لمصلحتها. شوط رئيسي آخر تعطى له إشارة البداية لنبحر من جديد في هذه الأمواج المتلاطمة في شوط يضم أسماء لامعة حتى وإن كانت في بداية عطائها في مقتبل العمر، إلا أنها عازمة كل العزم وعقدة العزمة على تقديم المستويات المشرفة في هذا السن انطلاقا في هذا العالم الساحر الأصيل. ننطلق إذن لنواكب الشوط الرئيسي، شوط خاص بالحقائق القعدان والمسافة هي ذاتها 3 كيلومترات. انطلقوا مع هذه البداية الموفقة لموفق. موفق إذن هو من ينطلق ليكون مسيطرا من البداية على مجريات الأمور، مندفعا بشعار هجن الشحانية، حاملا هذا الشعار إلى آفاق التميز. يقود موفق في عملية التضمير حمد بن علي بن حلفان المري. انطلق مع المركز الثاني لأجد الفارس وسلالة الفارس. من تنطلق في ثاني المراكز لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني والتضمير مع أحد الشباب المبدعين والموهوبين علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري. الله يا العساس، بدأ الآن العساس يتعسس الأمور هناك في الطليعة وفي المقدمة، بدأ يعس مقدمة هذا الشوط وينطلق في المركز الثاني. العساس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. التضمير هناك مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. أتابع المركز الثالث، انطلق مع مناور. من يدخل في هذه المناورات؟ مناور لهجن الشحانية، بينما التضمير هناك مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. انتقل انتقالة مباشرة إلى المركز الرابع لأجد الزور. من يحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن غانم آل عبد الرحمن الثاني والتضمير هناك مع حمد بن لزيوح المري. أما خامسا أجد الضيف، من يتسلل هنا ليكون ضيفا على المركز الرابع ولكنه يريد أن يكون في ضيافة الناموس وضيافة المركز الأول. يمتلك الضيف سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الأحمد الثاني والتضمير مع محمد بن برقان بن مقارح المري. أعود مباشرة إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة وإلى موفق. موفق الذي ما زال موفقا حتى هذه اللحظات، بدأ في المقدمة مسيطرا على مجريات الأمور وها هو ينجح في تأمين الموقف، في تأمين موقفه في الصدارة وفي المرتبة الأولى. أجد المركز الثاني، العساس بدأ هنا يقترب مع الكيلو متر الأخير الحساس. العساس في الموقف الحساس يتدخل إلى المركز الثاني حاملا شعار الغرافة، منطلقا هنا بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والتضمير مع سالم المدهوشي. ولكن شوفوا مناور، الله، مناور ينطلق في المركز الثالث والوعب يصل أيضا. الوعب يتدخل ليكون ثالثا في هذه اللحظات. العساس غير ويغير أيضا، موفق عاد من جديد ليسلم زمام الأمور من جديد. العساس خطف منه الصدارة لثواني معدودة ولكنه يعود من جديد. موفق والعساس، مناور والوعب، 4 أسماء اجتمعت. عقد اجتماع غير عادي، اجتماع هنا ما بين الأصايل. شوفوا موفق وشوفوا الوعب، الوعب من الناحية يضغط، يضغط ضغط ممتاز. ومناور يدخل في المناورات الأخيرة، المناورات الأصيلة، ولكن موفق ما زال موفقا حتى هذه اللحظات. ولكن الله 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 الله، هذا هو مناور. مناور يناور على مقدمة هذا الشوط وينتزع الناموس ليكون مناور هو أول الواصلين، كما وصلت الواصلة إلى خط النهاية أولا في الشوط الرئيسي. يصل مناور أولا إلى خط النهاية ليعلن سيطرته على الشوط الرئيسي للحقائق القعدان. تهانينا والناموس المركز الثاني كان مع موفق. المركز الثالث جاء فيه الوعب، أما المركز ولهجن الشحانية 3 المراكز الأولى.
المركز الرابع جاء فيه العساس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، والمركز الخامس كان مع الضيف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا تابعنا الشوط الذي سيطر بنسبة 70% على مجرياته موفق، إلا أن مناور هو من نجحت مناوراته في هذا الشوط، كان في منتصف الركب، ومع دخولنا للكيلومتر الأخير انقض على مقدمة هذا الشوط ليكون مناورا ومحاورا جيد لهذه القعدان، وبالتالي ينتزع الناموس بتوقيت زمني مقداره بمسافة 3 كيلومترات. قطع مناور المسافة في زمن وقدر 4 دقائق 46 ثانية 32 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمبدع حمد بن علي بن حلفان المري المركز الثاني، جاء فيه موفق اللي ما قصر، وتوقيت الزمن 4 دقائق 47 ثانية 42 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والحمد بن حلفان المركز الثالث، جاء الوعب بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 47 ثانية 66 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية على فوز الوعب بالمركز الثالث، وأيضا للمضمر حمد بن علي.